طيب ناخذ عبد الله من القصيم، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم الشيخ صالح. وعليكم السلام. جزاكم الله بالخير. والسلام ورحمة الله. تفضل. عندي ما هو مقدار اعتاق الرقبة؟ في صدى. والسؤال أول شيء، السؤال ما هو مقدار اعتاق الرقبة؟ السؤال الثاني، صيام الشهرين المتتابعين لازم يكون من واحد من الشهر ولا أي يوم أحتسب فيه وصوم؟ الله يجزاكم. شكرا. السؤال الأول، اعتاق مقدار اعتاق الرقبة، هذا يختلف باختلاف أسعار الرقاب التي تباع، وهذا يختلف في كل زمان بحسب وجود الرقاب وقلتها، هذا يختلف. ولكن إذا تأكدت أن فيه رقاب الآن تباع، إذا تأكدت من، لأن هذا في ذمتك، تأكد من وجود رقاب تباع ثم أبذل أو ادفع، وكل من يعتق عنك الرقبة يشتريها، من يشتريها ويعتقها نيابة عنك، إذا تأكدت من هذا. فإذا لم توجد الرقبة فإنك تصوم شهرين متتابعين، هذه في كفارة القتل الخطأ، تصوم شهرين متتابعين 60 يوم، تصوم 60 يوم، فإذا أكملت 60 يوما متتابعة فقد صمت الصوم الواجب عليك. نعم.